مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم مصر في القلب على قناة المحور، أول قناة فضائية مصرية. عايز أقول لكم يا جماعة، معظم المشاهد اليومية اللي بنشوفها من سلوك الناس في الشارع، أنا داخل يا جماعة سخن من آخر الحلقة، لأن أنا تصرفات ناس كتير جدا مش عجباني. الأعداد بتزيد كل يوم، تلاقي فرح هنا وتلاقي مش عارف إيه هنا. يا جماعة انتوا مش خايفين على عمركم ولا ايه؟ واحد عامل لي عقيقة وعازم لي مئات، واحد عامل عزا، يا جماعة الله يرضى عليكم، مش كده؟ بالله عليكم خافوا على انفسكم، خافوا على نفسكم، على اولادكم، على اسرتكم. الدولة بتحافظ عليكم، انتوا ليه بتعملوا فيها كده؟ الناس تعبوا، الاطباء تعبوا، الممرضين والممرضات تعبوا. صورة استوقفتني كتير، بالله عليكم ده يرضى ربنا؟ صورة تظهر معاكم على الشاشة، تجمعات غير طبيعية على كورنيش الاسكندرية يا جماعة، هل الشكل ده ينفع؟ يا جماعة اللي هو محمد شريف بينزل، يعني راجل دؤوب على عمله، بس هيحرس مين ولا مين ولا مين؟ احنا لو ما عندناش وعي والله الدولة ما تقدر تعمل حاجة. احنا لازم انا مش خايف على نفسي، هعمل ايه طيب يا جماعة؟ مش كده؟ زحام على الشواطئ بالشكل ده، احنا يا جماعة مش بنساعد الدولة ابدا. فين ثقافة وعي الشعب المصري؟ فين؟ يعني ينفع يا جماعة سيادة المحافظ ينزل يمشي الناس من على الشط؟ الوعي بتاعكم فين يا مصريين؟ مش كده؟